جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم نوف بعثت برسالة تقول: ما حكم الصلاة في المطبخ؟ اشترط للصلاة أن تكون في بقعة طاهرة، فإذا كان المطبخ طاهرة أرضه فلا بأس للصلاة فيه، إلا إذا كان فيه ما يشوش عليها في صلاتها فإنها تطلب مكانا تؤدي فيه الصلاة بطمأنينة وعدم تشويش. أما إذا كان ليس في المطبخ ما يشوش عليها في صلاتها وأرضيته طاهرة فلا مانع من ذلك. نعم.